منذ أن اضطر ملايين العراقيين للنزوح وترك منازلهم في محافظات عدة بعد منتصف عام 2014 عقب توسع سيطرة إرهابي تنظيم داعش على مناطق واسعة ومختلفة من البلاد، بدأت معاناة لم تنتهي لحد الآن، أبرزها فقدان مصدر لقمة العيش بعد أن أصبحت أغلب الخيام خالية من معينها. يعني ما انطونا مواد غذائية، يعني نبقى على المساعدات على المتبرعين، إذا جاء متبرع يعني هم إذا يصل لقاطعنا راح نسلم، إذا ما يصل يعني ما ناخذ نحن. والله كانت هاي السلة الغذائية ما شاء الله خير من الله، وكان يجينا هاي الصوابين المعجون التاي هسه كله مشترى، تمن مشترى، تاي مشترى، معجون مشترى، كل ما يعني مستلزمات المعيشية كلها نشتريها، يعني احنا بنعدنا من جيبنا الخاص. ولهذا السبب اضطر أغلب شباب المخيمات إلى مزاولة أعمال مختلفة من أجل العيش بصورة أفضل، خاصة وأن ما كان يقدم من قبل وزارة الهجرة والمهجرين انقطع منذ أشهر. حقيقة الشباب وضعهم جدا مزري في داخل المخيمات أو الكامبات، هم عاطلين العمل، ماكو أي عمل، ماكو أي وظيفة، معتمدين على الجهد الذاتي، نوبات يروحون يشتغلون بالشوارع أو شركات نوبات بعض الأحيان إذا أكو شغل، إذا ماكو شغل إذا ماكو عمل أو ماكو هذه يرجعون لبيوتهم يقعدون، لمن ما يصير شغل يروح، خاصة وقت الأمطار ما أمطار هاي كلها. وجوه أتعبتها مرارة الحياة بعد النزوح أثرت بها الأراضي الجرداء والشمس الحارقة والخيام المتهرئة، وبينها هنا وهناك أطفال علت وجوههم صفرة الجوع وغبرة الرمال المحيطة بهم. وضع من يسكن هنا يزداد سوءا يوما تلو الآخر، وحكوماتهم المحلية تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناتهم، وعلى ما يبدو أن أحوالهم لم تتغير ولا أذن تسمع لصوتهم. هاجر عماد، وان نيوز، أربيل.